بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس الريتنا. احنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى خلصنا المرة اللي فاتت Anatomy and Physiology of the Retina، والنهاردة هنبدأ موضوع جديد. وزي ما تعودنا نبدأ درسنا بصورة التأمل. صورة التأمل النهاردة لون الغالب عليها اللون الأزرق، عشان كده بعضنا أول ما شاف الصورة ديت تبادر إلى في ذهنه اللون الأزرق. واللون الأزرق ده لون من ضمن المجموعة الباردة للألوان. هتعرفوا حضراتكم من الألوان مجموعة باردة على رأسها الأبيض واللبني والأزرق اللي انتوا شايفينه دوت، وفي مجموعة الساخنة وعلى رأسها اللون الأحمر. اللون اللبني أو الأزرق الفاتح دوت هو لون يرمز للهدوء والصفاء، وهو مرتبط أساسا بلون السماء والبحر. والأشخاص اللي بيحب اللون الأزرق يتميزوا بالحساسية والحيوية. واللون ده ليه صفة جميلة جدا، إنه بيقلل الهياج والثورة. عشان كده في معظم النصحات العقلية بيلاقوا الحيطان مدهونة باللون اللبني الفاتح. بعض منا البحر فكروا بالآية الكريمة اللي بتقول وإذا البحار سجرت، وافتكر إن سجرت لها معنيين، إما إنها أوقدت نارا أو إنها فاضت، وتذكر أهوال يوم القيامة وكيف إن البحر، كل البحر اللي موجود في الأرض دوت، هيفيض ماء أو سيشتعل نارا. بعضنا افتكر حكمة ربنا سبحانه وتعالى وخلقه المتنوع وقدرته على خلق مخلوقات تستطيع أن تعيش في قاع البحر بعيدا عن الضوء وتتحمل ضغط الماء. بعضنا الصورة ديت فكرته برياضة الغوص اللي احنا فيها، بنغوص تحت المية عشان نشوف إبداع ربنا في قاع البحار. وطبعا ما يقدرش يغوص إلا مع أجهزة خاصة بالغوص. وعلى فكرة القدماء من اليونانيين والأشوريين كانوا بيغوصوا تحت المية، ولكن كانوا بيغوصوا بمساعدة قربة بيعملوها من جلود الحيوانات، يملوها هواء وياخدوها معهم تحت المية. عادة كانوا بيستخدموا الغوص دوت في الحروب بتاعتهم علشان يباغتوا الأعداء من تحت المية. يا دكتور طارق، والنهاردة هتبقى عندنا حصة عن الغوص ولا عن قاع البحر؟ لا، احنا النهاردة هنغوص فعلا، ولكن مش هنغوص في قاع البحر، هنغوص في قاع العين، لان النهاردة هندرس قاع العين او الفندس of the eye. يعني ايه فندس of the eye؟ والهي كلمة فندس يعني bottom or piece of something، يعني دوت قاع الكوباية او الفندس of the cup اللي انتو شايفينه بالشكل ده. يبقى اي بيز او بوتون اوف سامثينج بسميه قاع. طيب بتوع الاناتومي بيقولوا ان لما يبقى عندي هولو اورجان، الجزء اللي قدام الماوس بتاعه او ذا فيرست بارت فروم اتس ماوس بسميه فندس. يعني ايه؟ يعني لو تخيلوا حضراتكم ان ديت الاي هولو اورجان، فين الماوس بتاعها؟ الماوس بتاعها مطرح ما بيخش الضوء، اللي هي ناحية البيوبل. الجزء الأبعد من البيوبل هو ده هيبقى القاع. عشان كده سمينا الجزء دوت من العين fundus of the eye، اللي أنا بشوفه من خلال إن أنا بص من mouth of this hollow organ. طب يا ترى هقدر أشوف قاع العين إزاي؟ يا ترى دكتور طارق وهو شايل أول أحفاده ومها يقدر يبص على قاع العين ويشوف قاع العين بتاعها؟ لا طبعا ما يقدرش يشوف قاع العين، علشان مها عندها جهاز ابصاري جوه عينيها قدرته 60 دايوبتر بيمنع ان انا ابص لجوه. طب امال امتى اقدر اشوف قاع العين؟ لو الجهاز الابصاري بتاع العيان ضعيف جدا، زي في حالات الفيري هاي هايبرمتروبيا، في الحالة ديت ممكن اشوف الفندس. أو لو الريتنا اتحركت من مكانها وطلعت لقدام، في حالة الديسبليست ريتنا ممكن أشوفها. أو إن أنا عادل الجهاز الإبصاري
بتاع العيان اللي انا عاوز افحصه بعدسة او بجهاز زي ما احنا هنشوف عشان اقدر ادخل الضوء جوه عينيه. الحقيقة ممكن اشوف الفندس with help of four methods. اول طريقة اللي هو الريتينوسكوب، والريتينوسكوب دي اساسا عبارة عن السمبلست مود منها او موديل منها، عبارة عن مراية وفيها خرم صغير. بمسك المراية وببص من الخرم وبجيب مصدر إضاءة أعكسه على المراية يخش جوه عين العيان، ترجع لي الصورة بتاعت الضوء اللي دخلت لونها أحمر، ده اللي بنسمينا إيه؟ بنسميها الريد ريفلكس. دي السيمبلست موديل بتاع الريتينوسكوبي. عملنا منها موديل تاني في جهاز اسمه الريتينوسكوبي، والريتينوسكوبي دوت نفس الكلام، بقعد على بعد متر وبدخل الإضاءة جوه العيان ويطلع لي الريد ريفلكس. والريد ريفلكس ده ممكن يبقى ستريك خط كده، او ممكن يبقى ايه سبوت مدور. وديت الاوبتيكال برينسيبال بتاعها، ان انا بدخل الضوء بعكسه على مراية جوه عين العيان، وبعد كده الضوء اللي راجع من عين العيان ببص عليه انا من خلال الخرم دوت اللي هو كواكزيال مع اللايت. الطريقة التانية اللي انا ممكن اشوف بيها قاع العين هو الاوبسالموسكوب. والاوبسالموسكوب عندنا دايركت اوبسالموسكوبي وان دايركت اوبسالموسكوبي. دايركت لان انا ما بستخدمش اي وسيله تانية غيره، ما بستخدمش عدسات معاه، وببص مباشره على الفندس بتاع العيان، وده بيديني صوره اريكت معدوله للفندس. تقدر تكبر الفندس او تكبر الديتيلز اللي موجوده 10 to 15 تايمز، بياخد وقت كتير عشان تعمله، بتشوف حتة صغيرة بحتة صغيرة، ولكن بعرف اشوف الديتيلز. مشكلته ان انت بتقرب قوي من العيان لدرجة ان انت تقريبا بتبقى لازق فيه. علشان كده احنا عندنا قاعدة بتقول right to right and left to left. لما تيجي تفحص العين العيان اليمين لازم تستخدم انت عينك اليمين، ولما تيجي تفحص العيان العين الشمال لازم تستخدم انت العين الشمال، لانك لو عملت عكس كده هتلاقي نفسك بتعمل اي حاجة تانية غير ان انت بتعمل فحص قاع العين. شايفين حضراتكم الراجل دوت بيستخدم فندس اكزامينيشن رونج تكنيك، بيستخدم عينه اليمين مع عين الشمال للكلب، فكون النتيجة انه ايه، انه بيبوس الكلب مش بيفحص له فندس. وديت الاوبتيكال برينسيبل بتاع الدايركت اوبسالموسكوب، إضاءة بدخلها جوه عين العيان وبحط عدسة قدامي هنا هوت، العدسة ديت بتعوض الجهاز الإبصاري بتاع العين عشان أعرف أشوف الفندس of this patient. الحقيقة بشوف كل مرة حتة صغيرة وبجمع الصورة في ذهني أنا صورة كاملة للفندس of the eye. الطريقة الثالثة إن أنا بستخدم indirect ophthalmoscopy، وسميناها indirect ليه؟ لان انا بستخدم عدسة وبشوف الصورة تقديرية باستخدام العدسة ديت. المنظر بتاع الريتنا بيبقى inverted مقلوب، والتكبير بيبقى من 3 لـ 5 تايمز. لازم استخدم اللينس. الحقيقة ده less time consuming، بيديني فكرة عن معظم الفندس كله تقريبا مرة او مرتين، بفحص مرة او مرتين تقدر تشوف الفندس كله. بيجيب البريفري كويس قوي من غير مشاكل، حتى لو كانت الميديا هيزي تقدر تشوف من خلال هو بالدايركت اوبسالموسكوب. وكتير جدا واحنا صغيرين نواب كنا نعتمد على ان العيان عنده كاتركت فمش هنعرف نشوف الفندس، فما نيجي احنا في المرور الاستاذ بتاعنا يقول لنا شفت الفندس، نقول له لا ما شفناش الفندس علشان الميديا هيزي. يقول لنا ايه، طب هاتوا اندايركت اوبسالموسكوب، ويلبس الاندايركت اوبسالموسكوب ويبص على الفندس ويقول لنا شايفين الفندس، انا شايف الفندس اهو. ما تعتمدش ان انت العيان عنده كاتركت والدنيا هيزي عشان كده مش هتشوف، لا، بالاندايركت اوبسالموسكوب ممكن تشوف في الهيزي ميديا. ودي الاوبتيكال برينسيبل بتاعته. الميزه بتاعت الاندايركت اوبسالموسكوب ده لما استخدم عينيا الاثنين بدخل اضاءه وبحط عدسة تعوض الريفراكتيف باور بتاع العيان عشان اشوف الصورة بتاعت الفندس.
الجدول الصغير دوت حضراتكم تملوه بعد ما عرفتم الفرق بين الدايركت اوبسالموسكوب والان دايركت اوبسالموسكوب. وهسأل حضراتكم، يا ترى في الفوندس اكزام انت بتفضل ايه، الدايركت اوبسالموسكوب ولا ان دايركت اوبسالموسكوب؟ هل انت عايز تشوف صورة كبيرة ماجنيفايد فيها ديتيلز، ولا انت عايز تشوف صورة صغيرة وما فيهاش ديتيلز كتير؟ هل انت عاوز تعمل اكزامينيشن للسنتر، ولا انت عايز تعمل اكزامينيشن للبريفري؟ هل انت عايز تشوف كل الفندس على بعضه، ولا هتشوف حتة حتة؟ هل العيان ريحته وحشة ما انتش قادر تقرب منه او خايف لا يعضك، ولا العيان ممكن تقرب منه من غير مشاكل؟ ده اللي هيحدد انت هتستخدم الدايركت او الاندايركت اوفثالموسكوب. يبقى دول اول طريقتين، الريتينوسكوبي والاوفثالموسكوبي، وذر الاوفثالموسكوبي كان دايركت او الاندايركت. طب تلاحظوا حضراتكم ان في غلط في التسميه. لريتينو يعني ايه؟ يعني ريتنا، سكوبي يعني يشوف، دي اللي بيشوف الريتنا، وفسالمو يعني اي، واسكوبي يعني يشوف، والاوفثالموسكوبي اللي بيشوف الاي. رغم ان الريتينوسكوبي ما بيشوفش الريتنا، هو بيديني ريد ريفلكس بس، وبستخدمه ان انا اعمل فيه الريفراكشن، يعني انا ما بشوفش بالريتنا ومع ذلك سميته ريتينوسكوب. والاوفثالموسكوبي هو ده اللي انا بشوف بيه الريتنا ومع ذلك سموه اوفثالموسكوبي، هو صحيح بيديني ريد ريفلكس بس بقدر اشوف بيه الديتيلز اللي موجوده في الريتنا. يبقى لا الريتينوسكوبي بيشوف الريتنا، ولا الاوفثالموسكوبي بيشوف العين كلها، ده هو بيشوف الايه، الريتنا بس. ومع ذلك اقدر اشوف بالاوفثالموسكوبي بعض الاجزاء التانية من العين زي الكورنيا واللينس والفيتراس برضو، وانا بشوف الفندس بي. فصحيح ممكن الاوفثالموسكوبي يبقى تسمية الى حد ما صحيحة، ولكن الريتينوسكوبي ما بشوفش بيه الريتنا ولا حاجة، ده انا بشوف بيه الريد ريفليكس وبعمل بيه ريفراكشن فقط. يبقى احنا قلنا عندنا اول طريقة هي الريتينوسكوبي، تاني طريقة هي الاوفثالموسكوبي سواء دايركت او اندايركت، تالت طريقة هي سليت لامب باي مايكروسكوبي، وده بيديني صورة متكبرة من 20 ل 25 مرة، تبقى الصورة بتاعت الفوندس انفيرتد. ممكن استخدم عدسة نان كونتاكت، يعني ما تبقاش لازقة في الكورنيا بتاع العيان زي ما انتم شايفين بالشكل ده، عشان تعوض او تعادل الجهاز الابصاري بتاع العيان، او ممكن استخدم عدسه ان كونتاكت ويز ذا كورنيا. ده الاوبتيكال برينسيبل، ان انا بستخدم عدسه تو بالانس اور تو نيوترلايز ذا ريفراكتيف باور اوف ذا اي. اخر طريقه هي الفندس كاميرا، وعن طريق الكاميرا ديت بقدر اعمل دوكيومنتيشن وفوتوغرافي للفندس سواء باستخدام صبغة او بدون استخدام صبغة. طب لما استخدم الاوفثالموسكوبي سواء كان دايركت او اندايركت او سليت لامب باي مايكروسكوبي هشوف ايه؟ هشوف الفندس. ما انا عارف ان انت هتشوف الفندس، بس هتشوف ايه في الفندس؟ زمان لما كنا لسه بنتعلم نتفرج على الفندس كان بيخلونا نقرب من العيان حبة حبة بالاوفثالموسكوب لغاية ما نشوف حتة حمراء، اورنج سيرفيس. اول ما تشوف الحته الحمراء يقول لك ايوه بس انت ابتديت تشوف الفندس، ابتدي بقى قرب واعمل فوكس لغايه ما تشوف الديتيلز اللي انت هتشوفها. هتشوف ايه بقى في الديتيلز؟ ان اورنج ريد سيرفيس ابون ويتش وان كان ديتكت اوبتيك ديسك، بلاد فيسلز، بقعه في النص كده اسمها الماكولا، وبقيه الريتنا او البريتنا بروبر. يبقى انا هشوف عليها اربع حاجات على الاورنج ريد سيرفيس دوت، الاوبتيك ديسك والريتينال فيسلز والبقعه اللي في النص اللي هي الماكولا وبقيه الريتنا او الريتنا بروبر. اول حاجه هنتكلم عنها ونشوفها هي الاوبتيك ديسك هيد، او اللي احنا بنسميها بابيلا لانها عاليه لفوق سنه صغيره، عشان كده سموها حلمه. الاوبتيك ديسك ديت ايه؟ بابيلا ديت ريبريزنت الاكزيت اوف اوبتيك نيرف from the retina. 1 مليون فايبرز بتخرج من الحته دي، عشان كده بتعلى طرفها بيعلى شويه وبنسميها ايه؟ اوبتيك نيرف هيد او بابيلا. الاوبتيك نيرف هيد ده زي ما احنا عارفين هو السكند كرينيال نيرف، هو النيرف الوحيد اللي انا اقدر اشوفه من غير ديسكشن ولا سيرجري. يعني عايز تشوف نيرف بص على فندس
بتاع العيان هتلاقي الاوبتيك نيرف بتاعه، بداية الاوبتيك نيرف او الاوبتيك نيرف هيد. والحقيقة الموضوع ده مهم جدا، لان حضرتك لو العيان عنده برين تيومر حضرتك اول واحد هتكتشف ان عنده برين تيومر. وما انساش ابدا قصة واحدة رحمة الله عليها توفت، كانت بتروح لدكتور عيون عندها صداع وزغللة يغير لها النظارة، تروح لها تروح له مرة تانية عندها صداع وزغللة يغير لها النظارة مرة تانية يديها دواء وما فكرش يبص على الكرينيال نيرف. ولما جت عندي كان عندها بابليديما، ادفانسد بابليديما، لان كان عندها برين تيومر وكان ضاغط على المخ بتاعها. عملت عملية وللأسف الشديد توفاها ربنا سبحانه وتعالى أثناء إجراء العملية. وما انساش أبدا قصة عيانة بتيجي بتقول لي، كل ما تيجي تفكرني نفسها بتقول لي إيه، أنا الحمد لله إن أنت أنقذتني. أنقذتك إزاي يا ست؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق. إن أنت حضرتك أنا جاية لك بزغللة وصداع، بصيت على قاع العين بتاعي وقلت لي أنت عندك ورم في المخ، لازم تروحي لحد مخ وأعصاب. ورحت لواحد دكتور مخ وأعصاب وعملت عملية وبقيت كويسة. الكرينيال نيرف دوت هو الكرينيال نيرف الوحيد اللي أنا هشوفه وهيقول لي أخبار الانترا كرينيال بريشر إيه، وإذا كان في حاجة بتضغط على المخ ولا لأ. الحجم بتاعه 1 اند هاف مليمترز، وده اللي بنسميه ديسك دايمتر. احنا ما عندناش حاجة نقيس بيها واحنا بنشوف الفندس، فهناخد الديسك ده كوحدة قياس. لو لقيت ليجن مرة ونص قد الديسك، حجم الديسك، هسميه 1 اند هاف ديسك دايمتر. مرتين قد الديسك هسميه ديسك دايمتر. قد الديسك بالظبط او نص الديسك بالظبط هسميه هاف ديسك دايمتر. يبقى دوت وسيلة من وسائل القياس للليجن. لو بص في الليجنز جوه الفندس هقول حجمه قد ايه مقارنة بالديسك، اللي هو الديسك احنا عرفنا انه 1 اند هاف مليمترز. الديسك موجود نيزل، يعني دي العين اليمين ودي العين الشمال، يبقى الديسك هيبقى موجود في النيزل ايه سايد اوف ذا بوستيرور بول اوف ذا اي. وده حضرتك هتشوفه ايه، اليمين بالشمال اكيد. اول ما اشوفه ناحيه النوز يبقى ده يمين، والناحيه الثانيه هو الناحيه الشمال. الديسك راوندد، بعض الناس عندهم اوفال ديسك ولكن راوندد ويز شارب ديفينيت بوردر، يعني اقدر احدد بدايه الايه الاوبتيك ديسك من كل ناحيه. بالحاله ديت كده بحدد الايه البوردر بتاعه، لان هو ليه شارب بوردر واللون بتاعه بينك ان كلر. هو جزئين، جزء عباره عن نيورو ريتينال ريم، وده الجزء اللي احنا شايفينه هنا هو دوت، وجواه فتحه في النص او سنترال بيرفوريشن اللي بنسميها الاوبتيك كاب او الاوبتيك بيد، اللي هي نورمال اباوت ايه 0.3 تقريبا، مفروض تبقى تلت الديسك. اكيد الكاب دوت ايه زي ما انتم شايفين ايه كبير عن تلت الديسك، وزي ما خدنا في الجلوكوما لما الكاب بيكبر بيبقى ليه اهميه بالنسبه لنا في حالات الكورونيك سيمبل جلوكوما. الكاب دوت دي صوره 3 دي علشان تشوفوا النيورو ريتال ريم اللي هي ديت، والكاب اللي موجود في النص دوت. وسط الكاب هلاقي جراي دوتس، دي ريبريزنت اللاملا كريبروزا، ودي اللي مكان اللي بيخرج منها الفايبر بتاعت الاوبتيك نيرف. تاني حاجة اشوفها في الفندس هي الريتينال فيسز، والريتينال فيسز ار ذا اونلي فيسز ذات كود بي سين وذاوت سيرجري اور ديسكشن. برضه عاوز تشوف ارتري وفين من غير ما تفتح عليهم، من غير ما يكون العيان مات وهو لسه صاحي، امسك الاوبسيرموسكوب وشوف الارتري والفين. والارتري والفين في الفندس ار ميديوم سايزد فيسز ذات سيميلر تو ذا بلاد فيسز اوف ذا برين هارت اند كيدني. وبالتالي اي تشينج هتشوفها في الريتينال بلاد فيسز تتوقع ان في سيميلر تشينجز موجوده في الهارت او الكيدني او البرين، سيميلر للتشينجز اللي انت شايفها. وكتير جدا من العيانين احنا بنشخص لهم ان هم عندهم مشاكل صحية عن طريق ان انا ابص على الفندس بتاعه، الاقي في الفندس بتاعه في مشكلة تقول لي ان في مشكلة في الكلى، ابص الاقي بعد ما اشوف الفندس او اقول للعيان ايه روح اعمل لي وظائف كلى، يبقى العيان مستغرب
انت بتقول لي اعمل وظائف كلى ليه؟ لان انا شايف سبازم عندي في البلاد فيسز، وشايف مشاكل قد تكون جايه من الرينال، او يبقى في عنده مشكله ايه في الكدني، والتشنجز اللي انا شايفها دي حصل زيها بالظبط ايه في الكدني او في الهارت. الريتينال فيسز السنتر ريتينال ارتري اند فين appear in the center of the optic cup and soon divide into superior and inferior branches. بتطلع في وسط الكب بالظبط، بعد كده تتقسم superior وبتتقسم inferior. Then redivide dichotomously nasal and temporal. تتقسم الابر يتقسم nasal وtemporal، واللور يتقسم برضو ايه nasal وtemporal. واحنا عارفين حضراتكم ان superior and inferior temporal arcades run to the macula in arcuate fashion. ياخد شكل arcuate بالشكل ده، والarcuate هنا هوت، بينما النيزل branches run directly to nasal periphery. The vein follow the arteries but have the opposite direction of blood. ولما حضراتكم تتجوزوا افتكروا الحكمة اللي بتقول live like artery and vein which always run in opposite direction but still stay together. The arteries smaller and brighter in color than in vein. يعني حضراتكم لما تبصوا لو مين الارتري ومين الفين، الصغير هو الارتري هتلاقيه سمور وبرايتر عن الايه عن الفينز. حاجه تانية كمان بتميز الارتري عن الفين انه عنده ريفلكس. The retinal vessels especially the artery show a bright silvery linear reflex. الريفلكس دوت due to reflection of light from blood colon. يعني الارتريز اصغر تقريبا من 2 ل 3، الريشيو بتاعتهم مور برايتر ان كلر وعنده برايتر ريفلكس، بينما الفين لارجر ليس برايت ان كلر وذ ليس برايت ريفلكس. لما بيعدي الارتري فوق الفين بيبقى عندنا حاجه اسمها اي في كروسنج او ارتيريو فينس كروسنج، وفي الحاله ديت بيبقى ليهم كومن ادفنتيشال شيت بيبقى على شكل 8، يبقى لافف حوالين الايه الارتري والفين كده. الطبيعي في الاي في كروسنج ان ما يبقاش فيه لا اندنتيشن ولا ديسبليسمنت لوان فيسز، يعني لا الارتري يدوس على الفين او يضغط عليه او يحركه عشان تبقى نورمال اي في كروسنج. وزي ما حضراتكم شايفين هنا ادي اي في كروسنج وهنا اي في كروسنج وهنا اي في كروسنج، الارتري بيعدي ايه بيعدي فوق الفين او تحت الفين. حاجه تانية من انا هشوفها هي البقعه او الماكولا. بصوا كده هتلاقوا فعلا في حته كانها متبقعه في بقعه، وماكولا يعني بقعه، يبقى ايه الحته ديت هي الماكولا، لونها اغمق من بقيه الريتنا. The macula it is the portion of posterior retina containing zansophil and two or more layers of ganglion cell. هي اغمق علشان فيها زنسوفيل بالاضافه الى البلانين بيجمنت، وكمان الريتينال بيجمنت ابيسيليال فيها تولر وكونتين مور بيجمنت ذان ذا نورمال ريتينال بيجمنت ابيسيليال إلس وير ان ذا ريتينا. لما اشوف الماكولا البقعه بالظبط دي تقريبا بتبقى قدام البوستيرور بول اوف ذا ايه اوف ذا فاندس، يعني في النص بالظبط كده بتبقى الماكولا ايه موجوده زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. الدايمتر بتاعها من 5 ل 6 مليمتر، بتبقى موجوده 2 ديسك دايمتر. احنا عرفنا بقى ان الديسك دايمتر 1.5، يبقى قد ايه 2 ديسك دايمتر تمبرال تو ذا اوبتيك ديسك. ده عندنا ديسك اهو 2 ديسك دايمتر تمبرال، احنا عارفين الديسك دايمتر 1.5 مليليتر من مليمتر، اذا الماكولا موجوده 3 مليمتر، يعني 2 ديسك دايمتر تمبرال تو ذا اوبتيك ديسك. كويس، تنزل سنه صغيره 0.8 مليمتر انفيرير، يعني هي مش في نفس الخط معاها، هي اقل منه او تنازله من عنه ايه لتحت سنه صغير. في السنتر بتاعها في الفوفيا سنتراليس، وديت الدبريشن السايز بتاعته تقريبا نص الماكولا 1.5 مليمتر دايمتر ان دايمتر. في النص في عندنا فوفيا ريفلكس، لو تلاحظوا حضراتكم الحته اللي في النص اللي هي بتلمع، ليه بتلمع يا جماعه كده؟ لان الفوفيا في الحته ديت ديبريست، عامله زي ما تكون ايه كونكيف ميرور، فهتعكس لي الضوء.
لما الاقي الفوفيا ريفلكس ده مش موجود، ده معناها ان في فلويد بيملى الفوفيا ومعناها بيبقى فيه باثولوجي. يبقى لما بشوف الفوفيا ريفلكس ده نورمال ان انت تشوف ايه ريفلكس طالع من الفوفيا. احنا عارفين في الفوفيا المره اللي فاتت انها من واحنا خدنا الاناتومي الفسيولوجي انها افاسكولار اريا ثينست اريا كونتين كونز اونلي وريسبونسبل فور بيست فيجوال اكيوتي والكرر والفورم ديتكشن. اخر حاجه اشوفها الريتنا نفسها، الريتنا بروبر والريتنا اصلا ترانسبرنت. امال اللون اللي انت بتشوفه ده لون ايه؟ ده لون الكرويت او لون البلاد اللي موجود في الكرويت، ده بيديها ايه؟ بينك كلر. واللون بتاع الريتنا يتوقف على قد ايه بيجمنتيشن موجوده فيها. لو في بيجمنتيشن كتير ما اناش هشوف التفاصيل بتاعت الكرويت، ولو في بيجمنتيشن قليله هشوف تفاصيل الكرويت. In case of excessive pigmentation in the pigment epithelium, the choroid does not show. تبقى انت تقريبا ما انت شايف كرويد الريتنا كلها قدام حضرتك كده ما فيش اي حاجه وراها. ولكن لما البيجمنتيشن يقل with poorly pigmented epithelium the choroidal vessels والكرويدال بيجمنتيشن appear through the fundus. هتلاقي فيه blood vessels وحواليها وبينها بيجمنتيشن. ده بيديني منظر زي النمر بالظبط، عشان كده بسميه تيجرويد فاندس، او بيديني منظر زي الفسيفساء عشان كده بسميه ايه؟ تيسليتد فاندس. يبقى لو المنظر دوت يا اما اقول ده تيجرويد فاندس يا اما اقول ايه؟ تيسليتد فاندس. والمنظر دوت بيجي لما يبقى عندي ايه؟ البيجمنتيشن قليله. طب لو البيجمنتيشن مش موجوده خالص زي في حالات الالبينو، هتبص تلاقي حضرتك انت شايف الايه؟ الكرويدال بلاد فيسس. طب فين الكرويدال بيجمنتيشن؟ ما هو اصلا العيان ده البينو فما عندوش بيجمنتيشن خالص، ما عندوش ايه؟ البينيزم، يعني مش البينو عالدينو، لا البينو يعني البينيزم، عنده البينيزم ما عندوش بيجمنتيشن. فانت شايف الكرويدال بلاد فيسز، شايف حضراتكم الريتنا بلاد فيسز اهي بالاركتكتشر بتاعنا اللي احنا عارفينه، واللي تحت دول الكرويدال ايه؟ الكرويدال بلاد فيسز. واشوف كمان السكليره ما بين الكرويدال ايه بلاد فيسز، الحتت الايه؟ البيضه ديت. ان كونتراست لو العيان بلاك ريس او نيجرويد هلاقي الفندس ايه؟ يونيفورم دارك من كتر البيجمنتيشن اللي موجوده فيه. واحد يقول لي طب حضرتك بتميز الريتنال بلاد فيسز من الكرويدال بلاد فيسز ازاي؟ الكرويدال بلاد فيسز ديب عند الريتنال بلاد فيسز، اناستموز بتاعها فريلي، بتبقى عامله زي الشرايط، ابير ريبل لايك، ما فيهاش ريفلكس. هنا في ريفلكس بينما هنا ايه؟ ما فيش ريفلكس هنا. بشوف حاجة تاني في الفندس؟ بشوف السكة في السكة، بشوف الفيترس. ما الفيترس أنا بعدي من خلاله، ما بشوفش الفيترس إلا لما يبقى فيه تربيدتي، لأن هو أصلا ترانسبرنت. لو في فلوتر أو في بلاد أو في بيجمنت في الحالة ديت إيه؟ أو في هيموريدج ممكن أشوف الإيه؟ يبقى أوبيك ويخليني ما أشوفش الفندس كويس. دي الاستراكشرز اللي أنا بشوفها لما بشوف الفندس أوف ذا أي. يا ترى هو الفندس اكزامينيشن ده مهم؟ طبعا الفندس اكزامينيشن is one of the important part of routine of ophthalmic examination. ما ينفعش عيان تقول انا فحصته من غير ما تبص على الفندس بتاعه. يبقى بالنسبه لي ده مساله essential ان انت تبص على العيان، وبالذات لو العيان على الفندس بتاعه، وبالذات لو العيان بيشتكي من visual symptoms ما بيشوفش كويس بيزغلل. يبقى لازم جزء من الاكزامينيشن ان انا اعمل جزء من الروتين اكزامينيشن ان انا اعمل له فندس اكزامينيشن. مش في الاوبثالمولوجي بس، ده في تخصصات تانية كتيره مهم جدا ان الدكاتره بتاعتها تعرف تعمل فندس اكزامينيشن. الفاميلي ميديسن والجنرال ميديسن والنيورولوجي، سواء كان نيورولوجي ميديسن او كان نيورو سيرجري، والانتنسيف كير فيزيشن. الخمس انواع من الدكاتره او الخمس التخصصات ديت لازم يعرفوا يعملوا فندس كويس. للاسف الشديد احنا في مصر بنستسهل، وعيان الدكتور النيورولوجي او النيورو سيرجري او الانتنسيف كير يقول لك ايه؟ ابعتوا هاتوا بتوع الرمد او بتوع العيون علشان يعمل فندس اكزامينيشن. ده جزء من الشغل بتاعه، لازم يعرف يعمل
ازاي يعمل فاندس اكزامينيشن ويشخص الديزيزز ذات ريليتد تو هيز سبيشاليتي. بكده نبقى احنا خلصنا الفاندس وعرفنا اهميته. واسيب حضراتكم على وعد منكم بالمذاكره وعلى وعد مني ان احنا نشوف بعض في درس جديد وفيديو جديد من فيديوهات الاوفثالمولوجي. في امان الله.